أكد السفير السوداني المعتمد لدى مملكة البحرين إبراهيم محمد الحسن أحمد أن العلاقات البحرينية السودانية هي علاقة ضاربة منذ القدم، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المساعدات الإغاثية التي قدمت من قبل مملكة البحرين للجمهورية السودانية هي لفتة إنسانية وكريمة من قبل جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه تجاه الشعب السوداني الشقيق. لا شك أن العلاقة بين البحرين والسودان علاقة ضاربة في القدم، وهي مربوطة بالعروبة ومربوطة بالإسلام، مربوطة بالقيادة الرشيدة في البلدين، مربوطة بالشعبين الكريمين في الدولتين. وهذه الكارثة التي ألمت بالشعب السوداني أكدت أن شعب البحرين قيادة وشعبة تفاعلوا تفاعلا كاملا مع هذه الكارثة والمتمثلة في المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية والتي يرعاها جلالة الملك ويرعاها سمو الشيخ ناصر، تداعوا لهذه لنجدة أو نصرة الشعب السوداني. وهذا غير غريب على هذا الشعب الكريم